الحياة أكبر مغامرة والطريق محتاج صديق والسعادة كنز لكن مين يدلك عالطريق الحياة أكبر مغامرة والطريق محتاج صديق والسعادة كنز لكن مين يدلك عالطريق تخطفك أفكار مضيئة وهم لابسته بحقيقة تمشي في السكة الآخر هتنتهي بنفس الطريقة سهل توصل أيوة تقدر اجتهد وتعب ودور تكتشف كنز اليقين تبتدي روحك تنور تبتدي روحك تنور يا باشا ده انا كنت هنط في البسين دلوقتي يا دكتور اخيرا الحمد لله على السلامة يا حبيبي تعرف مسافة قد ايه يا دكتور عشان نشوفك لا بس تستاهل طبعا تستاهل طبعا حبيبي تستاهل طبعا يا دكتور عامل ايه يا دكتور ما شاء الله الله اكبر حبيبي ما شاء الله عليكم السلام عليكم ما شاء الله حبيبي ما شاء الله عليكم السلام حبيبي الله يبارك فيك يا رب ازيك يا دكتور؟ ايه الاخبار؟ ما شاء الله اندونيسيا شوف السر بقى بعدين شفناك يا دكتور الله ما شاء الله الحمد لله على السلامه والله الحمد لله على السلامه اندونيسيا ايش معنى بقى؟ يعني اندونيسيا طبعا اكبر دوله اسلاميه من حيث تعداد السكاني نتكلم في 300 مليون اتفضل على اليمين ضيوفي يلا عشان ماشي اليمين يا دكتور اليمين اتفضل يستاهل القعده في المكان ده صراحه اه ما شاء الله لا لا جميل. المكان جامد ايوه هنا البلد ما شاء الله اللهم بارك يعني طب انا جاي برضه دكتور ولا مميز ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ده المكان اه رهيب جميل بسم الله نورت اندونيسيا ده نورك يا دكتور اتفضل لا المكان ما شاء الله يعني الحمد لله على السلامه كان ما شاء الله احكي لنا بقى موضوع اندونيسيا بقى عشان نادي الكلام اللي قلناه اندونيسيا يعني اكبر دوله اسلاميه من حيث تعداد سكان كان حسام حوالي 300 مليون تقريبا صح؟ اه وبعدين ما شاء الله حتى ما يقل حاجات بسيطه حتى في الزياره ما شاء الله يعني الدوله بيغلب عليها الطبع الاسلامي في العادات والتقاليد في الزي بيت كرم ما شاء الله وارض كرم وبلاد طيبه ما شاء الله فعلا ونسيمها فعلا. عليل والسؤال الذي لا يسال فيه اندونيسيا في مطر النهارده ده لا يسال في اندونيسيا ده لازم يبقى في مطر كل يوم ما ينفعش يسال في اندونيسيا السؤال ده الامطار يوميه هنا الله الغريب ان الجو حر يعني في اندونيسيا مش رطوبه عاليه مش زي عندنا اللي هو في مصر لازم يبقى الجو شتاء علشان تمطر لا هنا حتى انا كنت بتكلم مع عمرو على حته الشعب هنا واخد من الطبيعه من الفطره الناس هنا يعني ما شاء الله صح. تحس ان الطبيعه بتاعتهم نقيه الفطره بتاعتهم سليمه لسه ما تلوثتش تخيل اكبر بلد اسلامي في العالم اندونيسيا الاسلام دخلها عن طريق الخلق الحسن تعامل التجار ناس من اليمن أتوا إلى هذه البلاد الطيبة والناس عندها الفطرة الأخلاقية ودي نقطة جوهرية وحسام طبعا في الملف الحادي والأخلاق عموما الناس عندها الفطرة الأخلاقية القيمية كل إنسان في هذا العالم بيحمل فطرتين فطرة قيم أخلاقية فطرة توحيد فإذا الدين أتى بالفطرة الأخلاقية القيمية والفطرة التوحيدية خلاص لن ينكروا إلا معاند جميل. في بمناسبة يا دكتور ان يعني الحمد لله تقابلنا مع حضرتك وعايزين نستغل ده في حاجة مفيدة في حاجات بتطرح اسئلة بتطرح كتير يعني من ضمنها مثلا هو منين جت فكرة الاديان جت منين ناس كتير بتسأل السؤال ده ملحدين وبرضه في ناس مسلمين بيسألوا فخلينا نتناقش مع حضرتك فيه كده تفيدنا فيه ان شاء الله ربنا يبارك في عمرك الله يحفظك يا بندس عمرو هو القضية الرئيسية عند الفكر المادي طبعا العالم بيحمل ثقافتين ثقافة دينية تقول أن الله عز وجل أوحى بالدين إلى أنبيائه وفي ثقافة مادية ثقافة تحمل فكر مادي مجرد قال لك الدين ده ظهر نتيجة أن الإنسان الأول لاحظ الطبيعة وبدأ يخاف من الظواهر زلازل كوارث طبيعية فبدأ يصنع الدين حتى يتواءم مع الطبيعة ودي فكرة في منتهى الشطط والشذوذ والمخالفة للعقل لكن الملحد والمادي عموما عنده مشكلة ما هو عنده كل إنسان على وجه الأرض عبر كل التاريخ البشري له ديانة ربما هناك مدن بلا مصانع بلا أسوار بلا جيوش
لكن ليس هناك مدينة عبر كل التاريخ البشري بلا معبد. فكل أرض وكل إنسان كان عنده ديانة. فالمادي عنده مشكلة في هذا الموضوع، مشكلة كبيرة الدين، فبيحاول يفسرها تفسير قاصر بفكر قاصر، قال لك بيسترحم الطبيعة. طيب هل استمرار ظاهرة على نحو متكرر؟ خلاص اتعودت عليها، يعني كل شوية بتحصل أمطار في إندونيسيا، ما خلاص خلاص تعودت عليها، ما تولدش عندي محاولة تبرير. الإشكال الثاني إن الدين ما هوش استرحام، ده الدين بينشأ ويظهر بفكرة الاعتزاز والعزة والاستعلاء، في استعلاء إيماني، في علاقة الاستعلاء الإيماني بقضايا الاسترحام والتخوف. وبعدين كيف ظاهرة تحصل زلزال أو رعد أو برق أو أمطار أو إيه علاقة الظاهرة دي بنشأة الدين له طقوس ومراسيم؟ ما هو ده اللي أنا بتكلم فيه ده. والتزامات دينية، هو يعني هو صيام، صلاة، حج، المناسك العملاقة المتشعبة دي، ما علاقة هذا الأمر بظاهرة زلزال أو حدث؟ طب يعني الملحد بيحاول يفسر، يعني عذرا على المقاطعة بس الحتة دي، أنا دلوقتي أنا عايز الموضوع يكون أبسط، لأن أنا كحد دلوقتي محاور لحضرتك برضه حسيت إن القصة فيها شوية معقدة. عايزين الموضوع يبقى مبسط لأهالينا الناس العادية اللي يعني اللي هو يعرف الفرق بين دي، يعني معلش لحضرتك تقدر حاجة بس بسيطة اللي أنت قلته بس بشكل مبسط. كلام علمي بس، إحنا بنكلم الشباب النهاردة والمسلمين وغير المسلمين، فعايزين نبسط الأمور في الكلام علشان ما يبقاش علمي بحت، يبقى إحنا قاعدين زي ما إحنا قاعدين كده جايين بنستفهم من حضرتك، يبقى كمان طريقة الشرح أبسط من كده بحيث إن المتعلم يفهم كده كده هو يبقى فاهم الكلام، والغير متعلم الإنسان بقى العادي اللي قاعد بيسمعنا دلوقتي وصلته رسالة. هو طبيعة الدين هو فطرة في الإنسان قبل أن يأتي بنور الوحي. يبقى الدين فطرة. الدين فطرة أساسية موجودة، وأنا محتاج الدين قبل أن أراه، أنا كإنسان أحتاج الدين وأبحث عن الدين. أنا متأكد من ده دكتور، لو جبت واحد مش مؤمن بوجود إله أصلا ورميته في مياه بيغرق هتلاقيه بينادي. صح فعلا، أيزنهاور قالها فعلا، هي فطرة. قال ليس هناك ملاحدة في الخنادق. أيزنهاور ده كان قائد القوات الأمريكية في الحرب العالمية الثانية. لاحظ أن قوات الحلفاء والمحور، المحور ده كله ملاحدة، ألمانيا واليابان وإيطاليا كلهم كانوا ملاحدة في ذاك الوقت. لاحظ مجرد ما الكل بينزل أرض المعركة الكل بيعود للتوحيد، فالكل بيبحث عن الفطرة الإيمانية، الفطرة الدينية، فدي حاجة بديهية عند البشر. معلومة أول مرة أعرفها. دي فطرة عند الإنسان. فالملحد أو المادي فكره بيحاول يفسر لكن يعجزه التفسير، التفسير بيعجزه، فبيحاول يختلق أي فكرة. قال لك أصل في ظواهر، طب إيه علاقة ظاهرة بنشأة الدين له طقوس ومراسيم؟ ومن إمتى كان استرحام الطبيعة له علاقة بالدين اللي هو ينبني على الاستعلاء والعلو ثالثا أي ظاهرة على نسق متكرر يختفي أثرها في النفس خلاص. كمان يا دكتور نقدر نقول إن الدين ظهر لأن الإنسان ما يقدرش يعيش من غير كتالوج، حاجة تديله إرشادات يقول له افعل ولا تفعل، صح وغلط، كمل وما تكملش، هنا لازم تقف وهنا لازم تستمر، صح؟ يعني الكلام ده مش منطقي. القضية الأساسية يا مهندس عمرو ما شاء الله عليك ربنا بيرفع درجاتك يا رب، الله يحفظك. القضية الجوهرية والأساسية في الدين إن هو ما هواش مجرد إشباع معرفي ولا مجرد إشباع نظري. أصل يقول لك إيه العلم ظهر، العلم تقدم، لا، الدين هو سؤال أهم ما يشغل الإنسان، لماذا أنا هنا؟ ماذا بعد الموت؟ ما هي الغاية؟ ما هو المعنى؟ منتهى العلم أنه يقدم ليك أجوبة على سؤال كيف؟ كيف أكل؟ كيف أسافر؟ كيف أتصل بأخوي حسام لو في بلد تانية؟ اللي هو إجابة حاجات قاصرة، حاجة قاصرة أنا عاوزها، لكن الحاجة الكلية لا يأتي بها إلا الدين. فالدين هو إجابة الأسئلة الكلية، سؤال وجودي اللي هو أنا لا أحيا إلا بإجابته. يعني ممكن النهاردة مثلا لو أنا مثلا والأستاذ محمد روحنا على كوكب تاني فجأة كده لقينا نفسنا على كوكب تاني، أول سؤال هنسأله إيه هو؟ أول سؤال هسأله أنا ليه هنا؟ اللي جابني؟ صح. أنا فين؟ مش أنا عايز أكل، لا، أنا ليه هنا؟ فسؤال لماذا أنا هنا سؤال جوهري، ما ينفعش حد يلعب بعيدا عن هذا السؤال ويشغب عليه بحاجات قاصرة وإلا بيحاول إليه نفسه. فعشان كده القرآن الكريم دايما بيصور صورة القضية الدينية والقضية الدنيوية بصورة
قضية كلية اللي هي الدين، وإلهاء وقتي متاع الغرور اللي هي قضية الدنيوية. إن وكل متاع غرور يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. حاجات كده إيه تكوي، ما هيش غاية أساسية في الحياة. فده النقطة المهمة اللي لازم نستوعبها في قضية الدين. يعني من أحسن، معلش عشان الشيخ عمر كان لفت النظر لحاجة جميلة قوي، قال لك إيه، الإنسان دايما من جواه كده محتاج إن هو حد يقول له اعمل ده وما تعملش ده، أو محتاج كتالوج يوجهه. أي يوجهه، يقول له عارف أنت اللي هو زي ما أنت بتقول دلوقتي اللي هو كتالوج العربية مثلا. أنت لو ماشي في عربية في طريق من غير ما تلاقي كده هيودي على فين وكمل ولا لأ، مش هتعرف توصل. بالظبط، فانت لازم حاجه تقول لك حط زيت حط بنزين يمشي كده. عشان كده من اشهر الملحدين في العالم اللي هو ايفان كان بيقول ان كان الله غير موجود فكل شيء مباح، اللي هو انت لو ما عندكش حد او حاجه تقول لك اعمل ده وما تعملش ده، او حاجه تحدد لك ايه هي الاخلاق، فكل حاجه هتبقى مباحه. اقتل واسرق واذني واعمل اللي انت عايزه. زي ما بنقول ليس بعد الكفر ذنب يعني. بالظبط. بس عندي سؤال يا دكتور بقى، بمناسبه ان حضرتك بتقول التوحيد فطره صح كده، انا لاحظت حاجه مهمه جدا، ان على مر العصور احنا بنشوف كفار كتير وبنشوف كفر من كل الانواع تقريبا، لكن ما شفناش حد بيقول ان الاله اللي هو بيعبده ده خلق السماوات والارض. بمعنى ايه؟ يعني مثلا كفار قريش كانوا بيعبدوا الاصنام، لكن لو قلت لهم ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون ايه، الله. الله هم عارفين مين الخالق، لكن هم بيعبدوا حد تاني خلاص، او بيتقربوا لله بعباده حد تاني. ما فيش على مر العصور حد او ثقافه معينه كانت بتقول ان الاله اللي هم بيعبدوه من دون الله ده هو اللي خلق السماوات والارض، صح ولا ايه رايك في الموضوع؟ ما شاء الله، الله بارك يا رب. طبعا فكره الاله فاطر السماوات والارض دي فكره مستقره عند كل الامم عبر التاريخ وعبر الجغرافيا. في كل امه هتجد الايمان بالاله الاكبر فاطر السماوات والارض. فهنا السؤال لكل مادي، لكل واحد بيحاول يختزل الظواهر المعقدة المليئة بالأدلة، يختزلها بشبهات سطحية سذاجة يعني. كيف السؤال له الآن، كيف طبعت فكرة الإيمان بالله فاطر السماوات والأرض؟ على غرار أي جماعة تم جعل هذه الفكرة عالمية عبر كل التاريخ عبر كل الجغرافيا؟ إله خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض. الإسلام لم يأتي بإفراد الله بالخلق زي ما تفضلت، وإنما أتى بإفراد الله بالعبادة. لأن كل الديانات على أن الله الخالق الرازق، لكن يجعلون في العبادة مع الله آلهة أخرى، ودي لها علة قيمية على فكرة. إن الإنسان لما بيبدأ يعني تكتر ذنوبه الإنسان لما بيذنب كتير بيحاول يجعل مع الله آلهة أخرى يدرى تحتيها. حتى بيسموها الآن في المصطلح الغربي سابور دينيشانيزم، اللي هو بيجعل آلهة صغيرة يتخفى بالذنوب تحتها، يعني مستحي من الله. شوف ما هو الشيطان، الشيطان ده أنا بعتبره لعيب، الشيطان ده بالفعل لعيب. لا تقول لي مش عارف، لا هو لعيب فعلا. بس يا دكتور أنا آسف إن قاطعتك، الإسلام عندنا جيب إفراد الله عز وجل بالخلق، دي من ضمن التوحيد يعني. وفي آية برضو هنا بتقول تبارك الله أحسن الخالقين. طب هو في خالقين تاني؟ نعم بحدي. نعم، هو طبعا كل من يصنع شيئا يسمى في المصطلح اللغوي خالق. كلغة لغة. اما يعني الخلق مثلا لصانع الموبايل ده يبقى هو خالق الموبايل. عمل الكرسي لغة تصح. لغة تصح. اما الخلق من العدم والموجد لكل الموجودات والذي يقدر لكل صانع صنعته وما يصنع فهو الله الواحد. فهنا النقطة الرئيسية في الموضوع أن الديانات كلها بتؤمن بأن هناك خالق ورازق، لكن بيتخفوا بالذنوب الكتيرة تحت آلهة صغيرة يصنعها مع الوقت. الشيطان لعيب يقول له هتواجه الله بالفاحشة، يعني خلي بينكم من ربنا واسطة، فيخرجه من الكبيرة ليقعه في الشرك. لعيب هو بصراحة، ودي ألعاب كتيرة من الشياطين ربما يعني تأتينا إن شاء الله. إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله. زلفة ده هو فكر نفسه، يا ده أنا كده عبرت. بعد بقى الجلسة الحلوة دي إن شاء الله أكلة كده إندونيسية خفيفة. إيه الله كمان يا دكتور ده كده كتير والله. الله بسم الله الله يبارك فيك.
الحياة أكبر مغامرة والطريق محتاج صديق والسعادة كنز لكن مين يدلك عالطريق الحياة أكبر مغامرة والطريق محتاج صديق والسعادة كنز لكن مين يدلك عالطريق تخطفك أفكار مضيئة وهم لابسته بحقيقة تمشي في السكة الآخر هتنتهي بنفس الطريقة سهل توصل أيوة تقدر اجتهد وتعب ودور تكتشف كنز اليقين تبتدي روحك تنور تبتدي روحك تنور.